قتلوه بعد ما احتفلوا معاه في واحدة من أبشع الجرائم في كرة القدم في التاريخ. العالم في الساعات الأخيرة ملهوش أي سيرة غير الحكم الكونغولي اللي تم قتله في مباراة ضمن منافسات كاس الكونغو. فلو عايزين تعرفوا الحكاية كملوا الفيديو للنهاية، لأن اللي هقولكم عليه ده مستحيل تصدقوه. الموضوع بدأ بعد فوز فريق تنغانيكا على فريق أوسي رينيسانس. بعدها بدأ جماهير الفريق المهزوم تقتحم الملعب وجريت ورا الحكم لحد ما تلموا عليه وفضلوا يضربوا فيه لحد ما قتلوه في الملعب. وهنا الأطباء المسعفين طلعوا يجروا علشان يلحقوه، بس للأسف كان مات. والغريب بقى إن لاعبين الفريق الفايز كانوا بيحتفلوا في أرضية الملعب حتى بعد ما عرفوا إن الحكم مات، كأن مفيش أي حاجة. بعدها كشفت صحيفة سبورت الأسبانية تفاصيل الجريمة اللي قلتلكم عليها، وقالوا كمان إن في أكتر من 2000 شخص اشترك في قتل الحكم. وده يوصلنا للسؤال المهم، هل أنتم شايفين إن الجماهير اللي قتلت الحكم تستحق الإعدام؟ ده سؤال ليكم مستنيين إجاباتكم عليه في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، واستنونا في حلقات جاية كتير من عين مصر.